فمن هم آل عمران الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة؟ هنالك قول عند العلماء بأن آل عمران هم موسى وهارون، موسى بن عمران وهارون، هذا قول النبي موسى عليه السلام. نعم النبي موسى، هذا قول موجود عند العلماء. وقول آخر وهو الصحيح وهو الراجع عند أهل العلم، وهو مريم بنت عمران بن ماثان وعيسى ابن مريم ابن عمران ابن ماثان، هؤلاء هم آل البيت. نعم أو آل عمران. نعم. وما بين العمرانين ما يربو على 2000 سنة، عمران موسى وعمران مريم. نعم. عيسى مريم. نعم. مريم أم عيسى عليهما عليهما السلام. 2000 سنة صحيح. وهو الراجح وهو الراجح كما يذكر ذلك ابن كثير وغيره من أهل العلم. هذا الاسم هو المشهور والمعروف عند العلماء. ثمة أسماء أوصلها بعضهم إلى 7 أسماء لهذه السورة، من بين هذه الأسماء سورة المجادلة. المجادلة. نعم. علم إن هناك سورة أخرى. سورة أخرى. المجادلة. نعم. في القرآن. صحيح. نعم. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكر حوار سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع وفد النجران في قرابة 80 آية. نصارى نجران. نصارى نجران. نعم. الوفد الذي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. في قرابة 80 آية ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة، فسميت سورة المجادلة. وثمة اسم آخر لها وهو اسم طيب وجميل ومعبر، وهو اسم طيبة. طيبة. سورة طيبة. أي سورة آل عمران، لأن الله تعالى ذكر فيها أوصاف الطيبين، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وثمة اسم ثالث وهو الزهراء. الزهراء. والشيء الأزهر هو الواضح البياض، وهذا ورد في لها حديث في فضل هذه السورة.